خلاص يا رجالة، شباب خلاص بعد اذنكم يا شباب، خلاص بس ان شاء الله النهاردة هنكمل في الجزء الاخير من الشابتر رقم 2 اللي هو عبارة عن الالكتريكال باور جنريشن سيستم. اخدنا في المرات اللي فاتت جزء كده بسيط عن تكوين المحطات الكهربية، عرفنا يعني ايه ثيرمال ستيشن، عرفنا يعني ايه نيوكلر باور ستيشن، واخدنا الجاز واخدنا الهيدرو. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في جزء جديد جدا اللي هو الرينيوبل انرجي سيستم. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا حاليا عندنا تطور كبير جدا فيما يخص الطاقة المتجددة، وان دي هي الترند اللي جاي، وان المفروض في بعض الدول والبلاد على مستوى العالم بتخطط ان مع حلول عدد سنوات معينة خلال من 5 لـ10 سنوات هيكونوا استبدلوا كل المحطات اللي عندهم بمحطات رينيوبل انرجي. طيب انا باجي اقسم المحطات لايه؟ باجي اقسم المحطات لنوعين، نوع بسميه كونفنشنال ونوع تاني بسميه رينيوبل. النوع الكونفنشنال ده اللي هو التقليدي، شباب بعد اذنكم الناس اللي بتتكلم، النوع الكونفنشنال ده اللي هو التقليدي ده معناه ايه؟ معناها اللي هي المحطات اللي بتشتغل بالوقود اللي لسه موجود، زي ايه مثلا؟ زي الغاز، زي الفحم، زي الستيم. كل المحطات دي هي محطات بسميها كونفنشنال باور بلانت. طيب هي جابت منين حتة الكونفنشنال او التراديشنال او الحاجات القديمة دي؟ لان هي محطات بتعتمد على حرق الوقود، وعملية حرق الوقود ما عادش حاجة مميزة، لان بينتج عنه اكزوست جازز وحاجات ممكن تأثر على البيئة، وبالتالي هي نون كلير انرجي، يعني مش انرجي نظيف. وبالتالي احنا استبدلنا الكونفنشنال باور بلانت بالرينيوبل باور بلانت. طيب هل الرينيوبل باور بلانت دي انا عندي ليها حاجات كتير واستخدامات كتير؟ ايوه، يعني مثلا من احد الانواع الرينيوبل هي الفوتوفولتك البي في. احدى انواع الرينيوبل هي استخدام الويند. احد الانواع هي استخدام البايوماس. احد الانواع هي استخدام التايدل. حاجة تانية هي الجيوثيرمال. انواع كتيرة جدا من انواع الرينيوبل سيستم. طب هي يعني ايه اصلا رينيوبل؟ كلمة رينيوبل معناها طاقات متجددة. متجددة يعني حاجة موجودة حضرتك بتقدر تستغلها في توليد طاقة كهربية. زي ايه مثلا؟ زي الشمس. الشمس ده شيء موجود ممكن استغله ان انا انتج طاقة كهربية. الرياح شيء موجود ممكن استغله انتج بيه طاقة كهربية. البيوماس الوقود الحفري حاجة موجودة ممكن استغلها وانتج بيها طاقة كهربية. التايدل اللي هي طاقة المد والجزر، عملية ان البحر ممكن يبقى المية فيه تزيد لمسافة وترجع مرة تانية. العملية دي ممكن استغلها وانتج طاقة كهربية. الجيوثيرمال هي الحرارة المدفونة في باطن الارض، ممكن استغلها وانتج بيها طاقة كهربية. يبقى حاجات كتير، انواع كتير، وبسميها رينيوبل لانها متجددة، لانها ما بتخلصش. النهارده في شمس، بكره في شمس، بعده في شمس، في هواء فبكره في، وهكذا. اذا هي دي الفكره. طيب النقطه الثانيه ابو المهمه، احنا بنتكلم مع الرينيوبل على جزء مهم جدا اللي اسمها السستينابيلتي. ايه فكره السستينابيلتي؟ سستينابيلتي معناها استدامه، يعني انا عندي طاقه متجدده ومش هتخلص، لكن الفحم ممكن يخلص، الغاز ممكن يخلص، ممكن تطلع ما تلاقوش، يعني عادي، حاجات ممكن انها تخلص. لكن الرينيوبل انرجي انا بسميها سستينابل انرجي، يعني طاقات مستدامه. مستدامه يعني انا طول كل يوم هلاقي هواء وهلاقي الشمس وهلاقي فيه مد وجزر، هلاقي فيه حراره في بطن الارض، هتلاقي فيه بايوماس، كل الحاجات دي موجوده.
طبعا في حاجات انواع كتير، في فيول سيل، في حاجات كتيره جدا من انواع الطاقات المتجدده. اذا احنا رابطين كلمتين مع بعض، كلمه رينيوبل متجدد وسستينبل مستدام، هي طاقه متجدده ومستدامه يعني ما بتخلصش. احنا ممكن ناخد فكره على نوعين من انواع الطاقات اللي اصبح ليهم شأن وهم الاغلب في الاستخدام حاليا، هما البي في والويند. ازاي حضرتك تقدر تستخدم الشمس او تقدر تستخدم الهواء في انتاج الطاقه الكهربائيه؟ بدايه الطاقه المتجدده هي طاقه مستمده من بعض العناصر الطبيعيه او المواد الطبيعيه اللي موجوده، اللي هي بتجدد نفسها وما بتخلصش، زي ما اتفقنا زيها زي الهواء، زيها زي الشمس، زيها زي المد والجزر، زي الطاقه اللي في بطن الارض، زي البايوماس، كل الحاجات دي ما بتخلصش، وكل الحاجات دي مستمده من الموارد الطبيعيه في البيئه. بس تاخد بالك من نقطه مهمه، هي ليها بعض المميزات. الميزه الاساسيه ان هي غير ملوثه للجو، يعني انت ممكن تنتج طاقه كهربيه بالبي في وبالويند وبالبايوماس وبالتايدل وبالجيوثيرمال، ولكن الطاقات دي كلها بسميها كلين انرجي. كان عندنا مشكلة رئيسية في الكونفنشنال باور بلانت، هي عملية السي او 2 اميشن، عملية وجود سي او 2 اميشن، وطبعا التأثير الكبير اللي ممكن يأثر بيه. فكان الميزة ان انا ازاي اقدر استبدل الكونفنشنال باور بلانت بباور بلانت اخرى تكون كلين، يعني ما تطلعش غازات عادمة، ما تطلعليش مواد سامة للبيئة، وتخلصت من في جزء كبير جدا من السي او 2 اميشن. بس السؤال صغير كده وبدوره عليه، هل فعلا انا عندي كل الطاقات الجديدة بتطلع لي زيرو سي او 2 اميشن؟ لا، في بس قد ايه؟ نسبة ضئيلة جدا 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 يكاد لا تذكر. خلاص؟ لكن احنا شغالين مفروض على ستاندرد عالمي ان مفروض ان السي او 2 اميشن ما يزيدش عن 5% من قيمة الغازات العادمة اللي طالعة، لان طبعا السي او 2 اميشن ده شيء صعب جدا، بيأثر على حاجات كتير ومشاكله كتير. اذا في استخدامي للرينيوبل انرجي انا قدرت احصل على طاقات نظيفة. النقطة التانية ان هي مصدر متجدد بسميه رينيوبل ما بيخلصش، ودي ميزة ان انا بدل ما كل يوم هجيب فحم، كل يوم هجيب غاز، كل يوم هجيب، لا، الحاجات دي كلها ايه؟ متجددة. النقطة كمان المهمة هي عملية الرننج كوست. خلي بالكم بقى شباب، الرننج كوست بينقسم الى جزئين، لازم نبقى عارفين ان الرننج كوست ممكن يكون عبارة عن حاجتين، ممكن يكون عبارة عن الليبر، العمالة اللي بتشتغل في المكان عندي فانت بتقبضها، ده رننج كوست، كوست على مدار التشغيل، طول ما انت شغال العمالة اللي موجودين عندك انت بتقبضها. النقطة التانية والمهمة هي الكوست بتاع الفيول، الوقود. انا كل يوم بجيب غاز بدفع فلوسه، بجيب فحم بدفع فلوسه، اذا عندي رننج كوست بيعتمد على الفيول وعلى الليبر. طب انا دلوقتي لما جيت اشتغل بالرينيوبل انرجي، هل انا عندي فكره الفيول؟ يبقى انا وفرت. هل انا عندي كم العماله اللي كان مستخدم في المحطات الرئيسيه الكونفنشنال هي نفسها الكم اللي بيستخدم في البي في والويند وكذا؟ ما حصلش. يبقى اذا انا هنا قللت في الرننج كوست يكاد يصل الى زيرو، بس طبعا زيرو رقم صعب شويه، هو مقارنه بالباقي هو رقم قليل. طيب النقطه المهمه بقى، في عندي بعض العيوب، كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. العيب الرئيسي فيها هي عمليه الكونستراكشن بتاع المحطه نفسها بياخد مبلغ كبير، الانيشال كوست كبير، يعني الميجا وات لو انت انتجته بالثيرمال او انتجته بالغاز وجيت تشوف تكلفة إنتاجه بالبي في والويند، هتلاقي البي في والويند أكبر. أمال إيه اللي الفكرة اللي بتخلينا نروح للرينيوبل مع العلم إن هو ممكن يكون تكلفة إنتاج الميجا وات في التراديشنال أقل؟ الفكرة في حاجة واحدة بس، إن الرننج كوست أقل ما يمكن، لكن التاني الرننج كوست كبير. بس خلي بالك أنت لما حضرتك بتتحاسب
الزبون بقى لما بيجي بيتحاسب على لارنج كوست وبيتحاسب على الانيشال كوست على الاثنين، وبالتالي بتلاقي المبلغ كبير. احنا هنا طماعين شويه، احنا بنقول لا ده انا عندي الرننج كوست اقل ما يمكن لكن الانيشال كوست عالي، بس في النهايه انت اللي هتوفر لان مفيش عندك رننج، فدي ميزه. خلاص، فدي ميزه مهمه جدا. النقطه الثانيه والمهمه ان هو بيعتمد على بعض العوامل الجويه وعلى العوامل البيئيه، ودي بقى يا شباب مصطلح كده بتسمعوه مع الطاقات المتجدده بيسموها الانسرتينيتي. ايه فكره الانسرتينيتي؟ انسرتينيتي يعني حاجات خارجه عن ارادتنا. يعني ايه مثلا؟ يعني حضرتك بتنتج الطاقه الكهربائيه باستخدام الشمس، بس الشمس دي بتطلع مثلا من الساعه 5 الفجر لحد الساعه 5 بالليل، حاجه غير يعني مش ارادتك. هل بس كده؟ لا، ده شدة أشعة الشمس بتكون كبيرة في فترات وقليلة في فترات تانية. يعني مثلا لو انت بتتارجت ان انت تنتج من البي في سي 20 كيلو وات مثلا، يعني هل هيطلعوا طوال ال 24 ساعة 20 كيلو؟ يستحيل. ده الشمس بتطلع في فترات وليكن من 5 الفجر ل 5 بالليل. طب هل من 5 الفجر ل 5 بالليل بيطلعوا ال 20 كيلو؟ لا. امال انت هتاخد ال 20 ده امتى؟ عند اقصى شعاع شمسي، اقصى شده تاخد ال 20، غير كده هتاخد 18 19 17 15 لحد في اوقات صفر مفيش شمس. ده اللي بيسموها الانسرتينيتي، ان انتاج للطاقه الكهربائيه باستخدام الرينيوبل بيعتمد بقدر الامكان على حاجه مش بايديا. الرياح، الهواء ده ممكن تلاقيه شديد جدا 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 في مثلا من الساعه 1 2 3 4 5 الفجر، بعد كده طول اليوم ممكن يبقى قليل شويه. في الشتاء بتنتج كتير، في الصيف لا. يبقى اذا ده برضه بسميه انسرتينيتي. التغير في السرعه، بنتكلم مثلا ان سرعه الرياح اقصى حاجه ممكن تبقى 12 متر في الثانيه. طب ال 12 متر في الثانيه دول صيف شتاء ولا الساعه كام؟ مختلف، ده اقصى سرعه. يبقى اذا هي دي الفكره، ده اللي بيسموه الانسرتينيتي. المد والجزر، هل دايما انت ضامن ان في مد وجزر ولا متغير؟ طيب هل بقى لما حضرتك تبدا انك تشتغل وتنتج طاقه كهربيه وتقول الدول بره دي اللي بتعمل مشروع مثلا لانتاج الطاقه الكهربائيه من الرينيوبل انرجي يبقى عندها 100% رينيوبل انرجي، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه والشمس بتطلع عنده فترات والويند بيطلع عنده فترات، الباور مش ثابته، هيعمل ايه؟ يبقى لابد ان نجيب حاجه تقدر تخزي للسيستم في فترات الانسرتينيتي. زي ايه مثلا؟ زي طبعا الحاجه المشهوره جدا البطاري، البطاريات. ان انا لازم مع وجود الرينيوبل انرجي، وانت حضرتك بتعمل كونستراكشن للمحطه بتاعت الرينيوبل انرجي هتكون عامل في حسابك ان فيها جزء بطاريات. طب ليه البطاريات ده بيعمل ايه؟ ما البطاريات دي اصلها في بعض الاوقات يا شباب بيبقى عندي الشمس كتير وبتنتج باور كبيره، خزن الباور دي فين؟ في بطاريات، اللي هي ممكن تكفيك انك تغذي نفس الحمل في فترات الليل وهكذا وانت شغال في الويند. يبقى لازم يكون عندك حاجه بديله تقدر تتعامل معاها. في نفس الوقت البطاريات طبعا تعتبر من الحاجات اللي هي الكلين، ما عنديش مشكله فيها. اذا هي دي فكره مهمه. ليه؟ طب انا عملت ليه الموضوع ده؟ لان هو ممكن يعتمد على تغير المناخ، الاوقات ما بين بالليل والصبح، انت شغال صيف ولا شتاء وهكذا. الويند عباره عن ايه؟ الويند ان هو بيستخدم الهواء في انه ينتج طاقه. طب الهواء دي وظيفتها ايه؟ بيجيب تربينه للرياح، بيجيب يعني برج كبير كده فيه ريش للتربينه للرياح، يبدا انه يحرك الهواء، يحرك الريش دي، الريش دي مربوطه على شافت مع تربينه مع جنريتور، هيبدا التربينه انها تتحرك فالجنريتور يتحرك يبدا ينتج طاقه كهربائيه. ده الويند. يبقى استغل السرعه بتاعه الرياح، تعمل هيت تخبط في الالواح بتاعه الرياح دي او ريش التربينه بتاعت الرياح فتبدا ان هي تحركها، وبالتالي بناء عليه الصندوق التروس ده بقى بتاع السرعات ابتدى في النهايه ان هو ينتج طاقه كهربائيه عن طريق مولد. طب كل الكلام ده بيتم؟ كل الكلام ده بيتم ازاي بقى؟ بالشكل ده كده. الويند ميلز اللي هي الاعمده او الابراج بتاعه الرياح بيبقى تستخدمها في حاجات كتير،
ممكن ان انا استخدمها مثلا في اماكن بعيدة ان انت مش عارف توصل لها بكهرباء، فانت ممكن تحط حاجة زي الرينيوبل انرجي، زي الويند، زي البي في وهكذا. مثلا الاماكن اللي بتعمل فيها مطاحن للقمح، الاماكن اللي ممكن تشتغل فيها بامبنج للووتر، الحاجة فيها للزراعة وهكذا. مش قادر ان انا اوصل بالشبكة الرئيسية، فانا ممكن استخدم اعمل محطة بسيطة. وخلي بالكم يا شباب، لسه هنشوف شوية كده ان المحطات دي ممكن تبقى حاجة بيسموها الستاند الون. الستاند الون دي يعني هي محطة حضرتك عاملها عشان تغذي حمل معين وبس. انا عامل المحطة دي عشان اعمل زراعة هنا، انا عامل المحطة الصغيرة دي عشان اعمل شغل مثلا بامبنج للووتر وهكذا بالشكل ده. يبقى هي دي فكرة الايه الويند. بالاضافة لكده يا شباب، ان الويند الرياح دي بيعمل ايه؟ الرياح طبعا بتحرك التربينه بتاعت الريش بتاعت التربينه، فيبدا انه يحرك الجنريتور. بس هو بيحول الطاقه الكايناتيك انرجي الموجوده في الويند، بيحولها الى ميكانيكال ويخلي الشافت يتحرك. وبناء عليه بعد ما الشافت يتحرك، المولد بيبدا انه يشتغل وينتج لي الطاقه الكهربائيه. طبعا الميكانيكال باور دي بقى بقدر ان انا استفيد بيها، ان انا ادخلها على مولد يبدا انه ينتج طاقه كهربائيه. دي الفكره اللي بتتم، ان الكايناتيك انرجي بتاعت الويند طبعا بتخبط ريش التربينه، وبعد كده بتبدا انها تنتج ميكانيكال باور بتحولها الى الكتريكال عن طريق الجنريتور. شكل بقى التربينه بتاعت الرياح، شكل تربينه الرياح نوعين، نوع منه هوريزونتال اكسس ونوع منه فيرتيكال اكسس. ده الشكل بتاعها. يعني يا اما حضرتك تلاقي ان التربينه عباره عن طور كبير كده والتربينه هي جوه والريش بتاعتها بالشكل الكبير ده، ودي زي ما هي موجوده في الزعفران. طبعا بتستغل ان انت بتحط التربينه على ارتفاع كبير عشان يبقى سرعه الهواء اعلى، فتقدر انها تعمل تولد طاقه كهربيه بشكل اكبر. لان خلي بالك في نقطه مهمه، عن طريق سرعه الهواء بنتكلم على 12 متر في الثانية. عن طريق سرعة الهواء، كل ما السرعة بتاعت الهواء كانت كبيرة، كل ما هو قدر انه يحرك التربينة بشكل اكبر، كل ما قدر انه ينتج كهرباء اكتر. يبقى انا محتاج كمان سرعة للهواء. لكن في اماكن يا شباب، مزارع بتكون مفتوحة، ممكن اشتغل بيها بالنوعية دي اللي بيسموها الفيرتيكال اكسس. طب خلي بالكوا التربينه بتاعت الرياح بيبقى فيها جزء كده في خلف التربينه، ده عباره عن ايه؟ بيبقى فيه ثلاث حاجات. ده طبعا التربينه نفسها والجير بوكس صندوق السرعات بالاضافه الى المولد. طب الكلام ده بيكون فين في النوع الفيرتيكال؟ في النوع الفيرتيكال بيكون على الارض بالشكل ده. يبقى بيكون عباره عن الجير بوكس والتربينه والمولد موجودين على الارض متثبتين، والريش هي اللي بتكون متحركه بالشكل اللي حضراتكم شايفين. يبقى دول النوعين الموجودين ليه الرياح اهو. طبعا بيكون المساحه بتاعت الحركه للتربينه بشكل كبير زي ما انتم شايفين كده، والتانيه برضو بنفس الشكل. تمام كده. الجزء الصغير اللي انت بتشوفه هو بالشكل ده، جزء كبير على فكره جدا. ده جواه تربينه وصندوق سرعات وجواه مولد، يعني حاجه كبيره مقاس صغيره، يعني زي ما انتم شايفين في الصوره كده. ده زي اللي موجود في محطة الزعفران بالشكل ده. طبعا بيبقى تربينات كتير جدا جدا، ابراج كتيرة جدا جنب بعضها عشان يبدأ انه ينتج طاقة كهربية. لان خلي بالك في نقطة مهمة، الباور اللي بتطلع من البي في او من الويند صغيرة، عشان كده انا محتاج مزرعة من الرياح عشان ينتج كمية من الباور. تمام؟ فانا محتاج مسافة كبيرة. وخلي بالكوا دي نقطة مهمة، ان ممكن الجاز باور ستيشن او الثيرمال باور ستيشن يكون شغال على مساحه قليله، فالفلوس اللي بتدفعها في الارض قليله، على العكس الرينيوبل انت حضرتك عشان تنتج طاقه كهربائيه معقوله من الويند او البي في انت محتاج ايه؟ مساحه كبيره، محتاج كميه كبيره جدا من الالواح الطاقه الشمسيه، ومحتاج كميه كبيره جدا من طواحين بتاعه الهواء زي ما انتم شايفين كده اللي هي الويند ميلز. الميزة ان هي متوفرة كتير، مش سهلة يعني. النقطة التانية unlimited، مش محددة بشيء معين، ما عندناش مشكلة في استخدامها. ان هي طاقات متجددة، ان هي ما بتلوث البيئة وكلين انرجي، وان البرودكشن كوست بتاعها او الرننج كوست يعني بيكون بصفر. تاخد بالك من نقطة مهمة، ان ليها بعض العيوب. زي ما قلنا اول حاجة هي سرعة الهواء، وعلى حسب المكان، علشان كده يا شباب في خريطة معينة
الخريطة دي بنبدأ ندرس في البداية ايه افضل مكان في مصر اقدر ان انا ازرع فيه الابراج بتاعة الرياح وانتج طاقة كهربية كويس. طيب افضل مكان بيعتمد على ايه؟ على سرعة الرياح. فين المكان اللي فيه سرعة الرياح كويسة؟ دي نقطة لازم ندرسها في الاول. وفي الوقت اصبحت برامج موجودة على النت بحاجة زي كده، انك تدرس فين افضل مكان تبدأ تحط فيه مزارع رياح، وفين افضل مكان في مصر تبدأ تحط فيه الطاقة الشمسية علشان تقدر تطلع اقصى شعاع شمسي واقصى سرعة. طبعا النويز بقى والحاجات الخاصة بالبلوشن دي مشكلة شوية، لان قد يكون يعني الصوت بتاع التربينة الرياح، انت متخيل، انت عارفين مروحة البيت لما تكون شغالة على سرعة كبيرة يعني هي كده بقى بالظبط. يعني حضرتك دلوقتي دي مروحة واحدة، شوف بقى انت هتدخل في مزرعة فيها كام تربينة رياح، فيها كام طور، كل ده بيشتغل طبعا نويز صعب جدا. المشكلة الكبيرة زي ما قلت لكم هي عملية التأجير بتاع الأرض نفسه اللي انت هتعمل فيها المكان ده، لأن زي ما قلت لك ان ممكن تنتج الميجا وات دي باستخدام الجاز او باستخدام اي نوع تاني من انواع التراديشنال انرجي يعني، ولكن في مساحة ايه اقل. طبعا التهديد اللي ممكن يتم على الحياة البرية بقى، طبعا الاماكن اللي هي اللي موجودة اللي فيها بقى الطواحين الهواء دي، فانت ممكن تهدد بالجزء بتاع الحياة البرية زي ما بيقولوا عليها كده. انريلابل زي ما قلنا ان هي فيها جزء كبير جدا انسرتن. انسرتن يعني حاجة مش بيدي، وبالتالي لابد ان في الديزاين نفسه وانت بتعمل محطات تربينة الرياح، احنا هنا واحنا شغالين في مصر بنقول ان اي انتاج للطاقة الكهربية بيرمي معاك في الشبكة الرئيسية، ان الشبكة الرئيسية عموما اي انتاج للطاقة الكهربية بتدخل معاك فيها، فانت مش متأثر قوي بالفترات اللي مفيش فيها هواء جديد، في الفترات اللي مفيش فيها اشعة شمس جديدة. ليه؟ لان انت كل الباور بتاعتك بترميها على مين؟ على الشبكة. لكن لو حضرتك جيت اشتغلت وعملت سيستم قائم بذاته مبني على الويند، يبقى لازم تاخد بالك ان في بعض الفترات هيكون فيها كمية الباور المنتجة قليلة. نتيجة ايه؟ نتيجة انخفاض سرعة الرياح، نتيجة عدم وجود اشعة الشمس. وبالتالي لازم وانت بتعمل العملية دي انك تعمل ديزاين للمحطة بتاعتك يكون فيها يا شباب بطاريات. البطاريات تقدر تعمل ايه؟ بشوف قيمة الحمل اللي عندي بكام. عندي حمل 10 واط، العشر واط دول هتغذيهم من الساعة كذا للساعة كذا بالويند. طب في فترات مفيش فيها رياح هعمل ايه فيها بقى؟ يبقى لازم يكون عندي بطارية جاهزة ومتخزن فيها كمية الباور اللي عايزها الحمل. ده لازم تعملها كديزاين. بطاريات ايه؟ محتاجة مساحات كبيرة جدا. اه طبعا بيتعمل. ما كل حاجة بقى محتاجة لها صيانة ومحتاجة لها، احنا عندنا انواع كتيرة جدا من البطاريات الموجودة. وخلي بالك في نقطة مهمة دلوقتي، الناس ابتدت تتكلم على حاجة اسمها الفيول سيل، وفي ناس ابتدت تتكلم على الالكتريكال فيكل، العربات اللي بالكهرباء. طب هل لك ان تتخيل عربات الكهرباء دي هي اصلا بطاريات؟ هو الفكرة انه بيعمل ايه؟ انه بيخزن الطاقة. انت مش بتشحن العربية؟ ما هي دي طاقة، ما هو دي بطارية، دي متحملة عنده على السيستم انها بطارية، انت عمال تشحنها وتفرغها، تشحن وتفرغ، ما انت بطارية. هي دي الهدف منها في النهاية. فكل ده يعتبر انواع بطاريات. محتاج البطاريات مساحات كبيرة جدا عشان تقدر تنتج، عشان تقدر تخزن باور محددة. ودي على فكرة دي احد المشاكل الموجودة في الستاند الون بي في ويند. ستاند الون يبقى لازم يكون عندك ديزاين للبطاريات، وبالتالي ما ينفعش ان انا اطبق الستاند الون سيستم على سكيل كبير. بيتطبق على الديستريبيوشن سيستم في اماكن محدده، اقدر اطبقه جوه الجامعه بس، اقدر اعمل سيستم تاني لمكان تاني. لكن ما اقدرش اقول مثلا انا هعمل محطه ويندو بي في تكفي قد كذا مثلا ميجا واط وخلاص، لا ما ينفعش، لازم سمول سكيل. حتى بنسميها بقى شباب، بنسمي السيستمز الصغيره دي بنسميها مايكرو جريد. مايكرو جريد. وفي ناس دلوقتي ابتدت تطلع تعريف جديد كده بيسموه النانو جريد، شبكات مصغره. الشبكه المصغره دي
عندي مجموعه من الاحمال وليكن كليه الهندسه، قررت ان انا اغذيها بويند وبفيو بطاريه، مفيش مشكله. ادرس انا احمالي ايه، الويند بيطلع قد ايه، البفيو بيطلع قد ايه، البطاريات تخزن قد ايه، وبنبدا نعمل الدراسه. ده مايكرو جريد، شبكه صغيره. ما اقدرش اجي اقول ان انا اغذي شبكه مصر كلها بالبيفي والويند بس، لا. ما خلي بالك الناس اللي بره اللي هيشتغلوا بالبيفي والويند بس، البيفي والويند في الكهرباء ما هماش ستيبل، يعني ما تقدرش تبني عليها، لابد ان يكون عندك حاجه تانية تقدر تستند عليها في السيستم، زي محطات ديزل، زي وحدات تانية كده، ماشي. لازم في حاجه تدي استابيليتي في الشبكه. افرض دلوقتي عندك ظروف، عندك هواء شديد جدا، عندك طاقه كبيره، عندك مفيش هواء، هتعمل ايه؟ مفيش شمس، في مشكله. لازم في حاجه تدي استابيليتي في الشبكه. ده غير كده بقى، هي عمليه ثبات قيمه الجهود والفريكوانسي. يعني حضرتك دلوقتي في البيت او في الكليه هنا، لو جيت تقيس الجهد الموجود في البرايز ده كله، المفروض ان هو 220 فولت 50 هرتز، ده المفروض. هل بقى البي في والويند بيطلعوا الكلام ده؟ لا. انتوا عارفين ليه بقى؟ ببساطه شديده، ركزوا معايا كده، الجزء ده مفيد يعني، خلي بالكم، لان هو ده الشغل الفتره اللي جايه الحقيقه. يعني عارفين المشكله فين؟ المشكله يا شباب ان مع تغير سرعه الرياح، لو انا بتكلم عن الرياح، يعني مع تغير السرعه بتاعه الرياح، فقيم الجهود اللي بتخرج في النهايه بتكون جهود ايه؟ متغير. الجهد المتغير ده حضرتك مش هتقدر تستحمله في السيستم، ان انا اجيب لك جهد بقيمه وشويه بقيمه، فريكوانسي مختلف، مش هينفع. لازم اثبته لك، وعشان يتثبت يبقى لازم مع الفيلم ده كمان نظام كنترول محترم، يقدر في النهايه انه يطلع لي الجهد 220 فولت للمستخدم 50 هرتز، لازم ده يطلع. يبقى لازم في عندي كنترول سيستم كمان موجود بيتحكم في العمليه دي، فدي كمان مشكله بتقابلنا. كل دي حاجات محتاجه ديزاين، وحاجات محتاجه شغل كتير جدا، انك ازاي في النهايه تقدر تصل الى سيستم بنسميه روبست، سيستم قوي متكامل. دي حاجات كتيره خاصه بالرينيوبل. اتفضل. يعني هو كده مش هيقدر يستغنى عن البترول خالص، لازم يكون في بترول عشان يقدروا يعتمدوا عليه، وهيزودوا بس بالنسبه للبي في بس كده. لازم يكون في محطات في الشبكه تدي ستابيليتي. ستابيليتي يعني ايه؟ يعني تثبت لي القيمتين دول وتقدر تعتمد عليهم. لان احنا لما نيجي بنشتغل على حاجه بيسموها الكونتنجنسي، اللي هي حالات الطوارئ. لو ممكن حاجه تحصل تدمر لك، يعني مثلا لو حصل عاصفه شديده زي ما بيحصل بره، مش ممكن الحاجات دي تقع وتبوظ تتكسر؟ هتتعمل انت ايه بقى؟ ازاي تبني السيستم؟ ما اقدرش ابني السيستم على بي في ويند. السيستم ما يتبناش على بي في ويند، امال يتبنى على ايه؟ على حاجة بيسموها بلاك ستارت يونت، على محطات سريعة التشغيل، زي ايه؟ الديزل. حاجات زي الديزل بتاع الافراح، المكن بتاع الافراح ده، الراجل بيجي هب طلع لك الكهرباء، هو ده. دي حاجات بيسموها بلاك ستارت يونت. الهيدرو بلاك ستارت يونت، محطات بتنتج طاقة كهربائية بسرعة. هو يعتمد ازاي على البي في ويند؟ هو بيتكلم على 100% رينيوبل انرجي. الديزل يعتبر نوع من انواع رينيوبل انرجي، يعني ابتدوا يدخلوه دلوقتي وعرفوه ان الديزل ممكن يحقق بعض المتطلبات ان هو يدخل تحت الكاتيجوري ده. فهو لو حط بعض المحطات زي دي في السيستم، ثبت جهد السيستم وثبت الفريكوانسي، يعتمد في الباقي على البي في والويند. ده هما بيتكلموا كمان عن عمليه تصديره اصلا، يعني ده فيلم تاني يعني. اتفضل. المانيا 2030 100% رينيوبل. لازم عندها بعض المحطات يكون بتحقق الاستابيليتي، زي محطات ديزل، زي محطات هيدرو، لازم في محطات. لا، هو هينتج الباور فعلا للناس 100%، مفيش مشكله. لكن زي ما بقول دلوقتي لزميلك، ان دلوقتي ابتدت الناس تتكلم على ان الديزل من ضمن الرينيوبل انرجي، هيدخلوه من ضمن النيوكلر، هيعتبروها من ضمن الرينيوبل انرجي. ان النيوكلر ممكن يثبت لي استابيليتي للشبكه، يعتمد على البيز لود. فطبعا ده شغل كتير لسه الناس شغاله فيه يعني. تمام كده. طب احنا عندنا في مصر ايه بقى شباب؟ خلاص احنا عندنا ايه في مصر؟ احنا عندنا في مصر بعض المحطات الخاصه بالويند اهي، في 545 ميجا وات في الزعفرانه، فيها 200 ميجا وات موجودين في جبل الزيات 1 و2 و3 بتتعمل، وفي خليج السويس في 250 ميجا وات موجودين برضو تحت الانشاء، ممكن يكونوا انتهوا يعني.
طب السولر بقى عباره عن ايه؟ السولر نوعين يا شباب. السولر يا اما حاجه بيسموها سولر سيلمر سيستم، والنوع الثاني الفوتو فولتيك باور سيستم. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين ان السولر سيستم، السولر سيلمر باور سيستم ده عباره عن ايه؟ هو عنده مولد عادي جدا وعنده تربينه موجوده، ولكن انتوا فاكرين يا شباب عمليه الغليان اللي كان بيحصل للبويلر؟ كنت بتغلي البويلر ازاي؟ كنت بتغلي البويلر بالفحم او بالوقود. هيستبدل ده وانه يعمل عمليه الغليان للبويلر ده باستخدام مين؟ اشعه الشمس، باستخدام السولر. هيجي بقى الاشعه الشمس الموجوده دي ويبدا يسلطها على الاشعه على البي في، يعني على اسطح بي في، تمام؟ ويبدا من خلالها ان هو يسخن البويلر. يبقى كده شال اعتماده على الفيول سيل، على الفيول الموجود اصلا، وابتدى يستخدم حاجات شبه ايه؟ البي في. هي دي يبدا بقى يدخله عادي جدا بقى على يعني بويلر يغلي وهكذا، وتربينه وجنريتور نفس النظام العادي. ده اللي بيسموه السولار سيرمان. السولار سيرمان بيستخدم اشعه الشمس في انه يبدا يسخن البويلر اللي موجود عندي. طبعا بقى بيبقى عنده جزء كده، البويلر ده بقى اللي هو بدل ميه يعني، بيبدا ان هو يدخله على حاجه بتجمع كل الحراره بتاعه الشمس دي، بعد كده بتدخل على الستيم جنريتور عشان يبدا انه يشتغل وينتج الطاقه الكهربائيه. هي دي الفكره بتاعته. ده شكله. طبعا عندي كتير جدا من البيفيهات موجوده علشان يقدر ينتج حراره ويبدا يخزن الحراره دي علشان يقدر يشغلها بعد كده ويبدا ينتج بيها طاقه كهربائيه. البرج اللي في النص ده، ده بيسموه سنترال كنترولر. كنترول بيتحكم في كل المحطه، يبدا بقى انه يجمع كل الحراره الموجوده يبدا نوجهها للتربينه والجنريتور. عندنا منها هنا ايه في مصر؟ عندنا في الكريمات 140 ميجا وات، سولار انرجي 20 ميجا وات، وكومباين سايكل 120 ميجا وات. طيب امال ايه بقى الفوتوفولتيك؟ الفوتوفولتيك هو بيستخدم السولار سيل، السيل الصغير ينزل على اشعه الشمس، يبدا يحول السولار سيل دي، تحول هي الأشعة الشمس اللي نازلة إلى طاقة كهربية. إن أشعة الشمس الموجودة دي تبدأ تحرر إلكترونات من المدار الخارجي ليها، فيبدأ إن يحصل تحرر لبعض الإلكترونات، تحول الطاقة اللي داخلة دي إلى إيه؟ طاقة كهربية. ده الشكل اللي موجود، اللي هو استخدام الخلايا الفوتوفولتيك عشان يبدأ يولد مباشرة طاقة كهربية. زي ما اتفقنا يا شباب، ان نظام التوليد بالبي في مهم جدا، لكن سؤال بسيط كده، البي في سيستم لما باجي اشتغل بيه هو بيخرج لي ايه؟ بيخرج باور وبيخرج جهد وبيخرج تيار، ولكن بيكون عباره عن دي سي. البي في بيخرج تيار ثابت، جهد ثابت، باور ثابت، دي سي، بوزيتيف نيجاتيف. دي مشكلة. أنا عشان أبدأ أربط البي في سيستم بتاعي ده بالشبكة الأصلية يا شباب، يبقى لازم أعمل عملية تحويل من مين؟ من الدي سي إلى إي سي. ودي اللي بتيجي عندي هنا مشكلة كبيرة، هي وجود حاجة بيسموها الإنفرترز. وظيفة الإنفرترز إنه يعمل تحويل من الدي سي إلى الإي سي عشان أبدأ أشغله. بس برضه هيقابلك حاجة تانية. هل هنا عندي تردد؟ لا، مفيش تردد. هل عندي جهد؟ اه عندي جهد، بس قيمته بكام؟ متغير. متغيره ليه؟ اصل شويه الشمس موجوده وشويه الشمس مش موجوده. يبقى اذا لابد مع الانفرتر ده ان يكون معاه هنا كنترولر، والكنترولر ده وظيفته الاساسيه انه يثبت لي الجهد ويثبت التردد للسيستم الاي سي. دي مشكله برضه. يبقى الكنترولر ده لازم يبقى موجود معايا. علشان كده فكره الانيشال كوست للحاجات دي كتير، لان عندي بي في سيستم، عندي انفرتر بالكنترولر بتاعه وهكذا. مش بس كده، ده في حاجه تانية هتقابلك، ان الانفرترز دي عباره عن ايه؟ شويه سيريستورز ودايودز. كل الحاجات دي يا شباب بتقطع في الموجه، فبتعمل لي زي حاجه بيسموها هارمونكس. الهارمونكس دي
او نويز. يعني ايه هارمونكس او نويز؟ يعني الاشاره بيور ساين ويف. مع وجود هارمونكس ممكن تلاقي الاشاره فيها تموجات بالشكل ده. لو جيت حضرتك قستها وشفتها بالاستروسكوب تلاقي ان الانفرتر ده مطلعها لك متغيره كده. ايه بقى المطلوب من حضرتك؟ مطلوب انك ترجعها مره تانية ايه؟ بيور ساين ويف. اذا بعد ما هتوصل الانفرتر بالكنترولر باجي بعده اضيف حاجه كمان اسمها الفلتر. ايه وظيفه الفلتر؟ انه ينظف الحاجات اللي موجوده في الشبكه، يشيل الهارمونكس، يشيل النويز اللي سببه لي الانفرتر. كل ده محتاج له ديزاين. بتيجي تعمل ديزاين للسيستم بتاعك، ديزاين الانفرتر، ديزاين الكنترولر، ديزاين للفلتر اللي بعديه، كده انت قدرت تعمل سيستم مظبوط تنتج بيه الطاقه الكهربائيه من البي في. طب ايه الفرق ما بين البي في والويند؟ الويند بيعتمد على وجود جنريتور، والجنريتور يا شباب بينتج اي سي وليس دي سي. بس الحاجه البسيطه بس ان الاي سي ده برضو ما هو ثابت. ما هو ثابت ليه؟ لانه متغير على حسب ايه بقى؟ سرعه مين؟ الرياح. وكمان ما تقدرش تقول ان تردده ثابت، فمحتاج تعمل ايه بقى؟ محتاج تظبط ده كمان. طب اظبطه ازاي؟ اظبطه ان انا اول خطوه بعملها، هنا بنعمل اتنين ستيج او ثلاثه ستيج بعد الاي سي اللي خارج من الويند. اول ستيج بحول من الاي سي الى الدي سي، تاني ستيج ارجع احول من الدي سي الى الاي سي. طب انا عملت النقله دي ليه؟ علشان اعرف اعمل الكنترول صح، وفي النهايه اخرج اي سي مظبوط بتردد مظبوط. ممكن التو ستيج يبقى 3 ستيج، ان انا بحول من اي سي الى دي سي، بعد كده هنا في النص بعمل دي سي دي سي، بعد كده دي سي اي سي. دول ليه كده بحول ليه من الاي سي للدي سي وارجع مره ثانيه؟ لان الدي سي بيديني رقم ثابت اقدر ان انا اشتغل عليه واحوله. مفيش حاجه ما اقدرش اقول احول من اي سي الى اي سي على طول، لا. عشان تحول من اي سي متغير في التردد او في القيمه الى اي سي ثابت التردد والقيمه، لازم تحوله الى دي سي الاول، ومن دي سي الى ايه؟ الى اي سي. كل ده محتاج كنترولر، وبعد ما تخلص محتاج فلتر. نفس الفكره بالظبط، هي كلها انيشال كوست عاليه جدا وديزاين شديد جدا، لكن في النهايه انت بتحصل على اوتبوت باور مظبوطه. تمام؟ طيب ده طبعا فكره بقى ايه السولار سيل والالكترونات اللي بتتحرر وانتاج الطاقه الكهربيه. خلي بالكم في نقطه مهمه، ان قيمه الباور اللي خارجه من السيل الواحده بتكون صغيره جدا، يعني من 1 أو 2 واط. فمتخيل حضرتك عشان تجيب بقى كذا بميجا، فانت محتاج تكون ايه؟ الاف من السيلز دي. عشان كده باجي اوصلهم جنب بعض. لما هاجي اوصلهم جنب بعض سميت سولار سيل سيل واحده، لكن عندي سولار موديول. الموديول ده عباره عن ايه بقى؟ الموديول ده عباره عن كذا سيل جنب بعضها. لو ربطت كذا سيل كذا موديول جنب بعضها طلع لي بانل، لو ربطت كذا بانل مع بعضها يطلع لي الاريه. يبقى ده كل ده بقى بتوصله، متخيلين؟ عشان اقدر انتج طاقه كهربيه بشكل كويس، فانت محتاج كميه كبيره جدا جدا من الايه؟ السولار سيلز دي. ده طبعا بيبقى شكل محطه للسولار سيل. عندنا في مصر بيبان محطه كبيره جدا للسولار سيل هتطلع طاقه كهربيه فيما يقارب الطاقه اللي بيطلعها السد العالي. بس روحوا شوفوا حجمها قد ايه بقى، هتلاقوا مسافه كبيره جدا عشان يقدر ينتج طاقه كهربيه كويسه. طيب زي ما قلت لك ان البي في سيستم يقدر يشتغل، او برضه الويند يقدر يشتغل ستاند الون او يشتغل جريد كونكتد متصل بالشبكه. الستاند الون له بعض المكونات، والجريد كونكتد له بعض المكونات. الستاند الون طبعا بتحتاج البي في موديول، بتحتاج بطاريات. ليه؟ عشان انت ستاند الون لو حصل ومفيش شمس مفيش طاقه، طب هتغذي الحمل ازاي؟ لازم بطاريه. بعد كده بيبقى عندي بقى التشارجر كنترولر، ده الكنترول اللي متحكم في السيستم. بعد كده عندك طبعا زي ما اتفقنا هنا انفرتر عشان تقدر تحول من الدي سي الى الاي سي. ده شكل السيستم اهو. بيبقى عندك شمس بتحول الطاقه الشمس، اشعه الشمس دي الى طاقه كهربيه. بعد كده بروح على الكنترولر وعندي بطاريه وعندي انفرتر عشان اقدر في النهايه اوصل بيه السيستم. وتقدر تضيف كمان على المكونات دي هو وجود فلتر عشان يقدر ينقي شكل الموجه يوصلها الى بيور ساين ويف.
ده طبعا شكل السيستم، يعني ان هو ممكن يتوصل في اي مكان ينتج طاقه كهربائيه. طبعا الراجل ده حالته غريبه شويتين يعني بس ايه، حاجات موجوده ومتاحه الناس بتستخدمها فعلا في الاماكن النائيه جدا عشان تقدر تنتج بيها طاقه كهربائيه. ماشي، مش مهم. طبعا انتوا عارفين ان انتوا عارفين يا شباب الناس الطرق الجديده اللي بتتعمل في كذا طريق موجود عاملين العواميد الكهرباء بتاعته بي في. انتوا عارفين البي في اللي فوق ده عباره عن ايه؟ عباره عن سل بي في ومعاه بطاريه صغيره علشان هو اصلا بيشتغل بالليل ولا بالصبح. طب هيجيب الشمس منين بقى بالليل؟ فلازم نخزنها. فكل الطرق الجديده اللي موجوده بالعواميد الجديده بتاعت السولار سيل دي لازم معاه بطاريه، لانه اصلا بينور بالليل ما بيشتغلش الصبح. امال طول الصبح بيعمل ايه بقى؟ بيشحن في مين يا شباب؟ في البطاريه ويفرغها بالليل. هو ده اللي بيحصل. امال بقى الجريد كونكتد لما بتتصل مع الشبكه، اما بتصل مع الشبكه انا عندي الخلايا عايز احول من اي سي الى دي سي، وعندي اجهزه قياس، وعندي كمان البطاريات. ممكن استغنى عن الكنترولر، بس خلي بالكو معلومه ليكو كده صغيره، الكنترولر اللي موجود ده المفترض ان هو بيشتغل على تظبيط قيمه الجهد وتظبيط قيمه التردد. متى؟ لما ميسي في الملعب ولا مش في الملعب؟ في الملعب. لا مش في الملعب لا، لان الشبكة الكهربية اللي موجودة لو حضرتك متصل بالشبكة فانت ضامن 100% ان الجهد مظبوط والتردد مظبوط. لكن لما تكون متصل استاند الون فانا مش ضامن حاجة، فلازم اوصل كنترولر للجهد والتردد. تاني، يبقى كنترول الجهد والتردد فين يا شباب؟ في الاستاند الون. ليه بقى؟ لان الجريد كونكتد الشبكه غصب عني، الشبكه اللي عندك في البيت اهي موصله لك كل البرايز والدنيا دي 220 فولت 50 هرتز، ضامن الجهد ثابت والتردد ثابت. لكن هل الستاند الون سيستم ملوش كنترولر؟ سوري، الجريد كونكتد ملوش كنترولر؟ لا، له كنترولر. انتوا عارفين الكنترولر بتاعه فين؟ في حته الميتر دي. ليه بقى؟ في حته الميتر لان هو مين اللي هيقول، انت متصل بالشبكه، هو مين اللي هيقول الباور اللي انا انتجتها كام؟ واللي اديتها للشبكه كام؟ واللي وصلتها بالحمل اللي معايا كام؟ مين اللي هيقول الفيلم ده؟ كنترولر. لازم في حاجه تتحكم في الباور في لحظه ارتباط البي في بالشبكه. تتحكم في الباور، تقول الشويه دول يروحوا للحمل اللي معايا، والشويه دول يطلعوا للشبكه. مين اللي هيعمل العمليه دي؟ كنترول. يبقى اذا الكنترولر في حاله الجريد كونكتد بيكون باور كنترول، والكنترول في حاله الايزوليتد او الستاند الون سيستم بيكون عباره عن كنترول خاص بالجهود والترددات. طبعا ده بقى شكل ممكن تلاقي ايزوليتد سيستم كتير وجريد كونكتد سيستم كتير، خاصه بقى دلوقتي البيوت ممكن يبقى فيها الواح الطاقه الشمسيه، العمارات الدنيا دي كلها ممكن تنتج لنفسك كستاند الون، ولو زاد عندك شويه ممكن تعمل ايه؟ تصدرهم في الشبكه ونتحاسب في اخر الشهر، انت اديتني كذا وانت عليك كذا يبقى المتبقي كذا. تعلي صوتك. بالنسبه للشبكات اللي هي متصله، المواصلات المتصله بالشبكه عامه، لو هي مش موجود فيها كنترول بالشبكه مثلا حصل حاجه، لا لازم، بص لازم لازم يبقى معاك كنترولر. في نقطة أنت قلتها مهمة شوية هشرحها لكم، يعني أنتوا بعيد عنها بس هشرحها لكم. في التوليد بتاع الرينيوبل انرجي ده يا شباب، كل محطة من دي صغيرة بسميها ديستريبيوتد جنريشن، بسميها ديستريبيوتد جنريشن دي جي. الدي جي ديستريبيوتد جنريشن ده يعني ايه؟ يعني توليد موزع. موزع يعني غير ممنهج. غير ممنهج يعني انا عندي، انا هنا في كليه هندسه جيت للمبنى ده حطيت فوق بي في، وفي البيت الفلاني حط بي في، وبالبيت الاعلاني حط بي في، والمزرعه دي عملت بي في، والمزرعه دي عملت ويند. طب الفيلم ده كله بقى حضرتك تقدر توصله بالشبكه. حلو.
في نفس الوقت هو متصل بالشبكة، يدي للشبكة في حالة لما يكون عنده زيادة. طب فرضا انا عندي الوقت زيادة في الحمل عندي، انا ممكن اعمل ايه برضو؟ اخد من الشبكة. بس في مشكلة هتقابلنا، اللي هو لازم يحس ان هل الشبكة معاه ولا مش معاه. لازم الدي جي ده ويند بفي فيولسيل بايوماس اي شيء يحس هل الشبكة معاه ولا مش معاه. انت متخيل هو في بعض الاحيان يبقى عندك قيمة اللود اللي موجود قليل، وانت موصل باور بالدي جي وهو مكفي مفيش مشكلة، والدي جي ده كان متصل بالشبكة، بس لو الشبكة فصلت انا ممكن ما اشعرش. ليه ممكن ما تشعرش؟ لان الحمل وصل للباور، صح ولا لا؟ تاني، لو انت عندك دي جي بيغذي حمل، والدي جي ده بيطلع باور اكتر من الحمل الموجود، والدي جي كان متصل بالشبكه، الشبكه فصلت، الحمل شعر بحاجه ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه ليه؟ لان انا متغذي بكل الباور اللي انا عايزه. تمام كده؟ تعرفين بقى المشكله في ايه؟ المشكله هي عمليه النقل اللي ما بين اتصال الدي جي بالشبكه واتصاله بمين؟ بالحمل. لازم يفهم ان هو كان شغال على كنترول خاص بمين؟ بالباور. ولما اتنقل بقى لوحده مع الحمل بقى ستاند الون، يبقى لازم يعمل الكنترول بتاعه يتحول يبقى ايه؟ يثبت مين؟ الجهد والتردد. انتوا فاهمين معايا ولا مش فاهمين؟ ماشي؟ فلازم ان هو يثبت الجهد والتردد عشان تفهمه ان ينقل من ده ينقل من الباور كنترول الى فولتج وفريكوانسي كنترول. عشان افهمه دي بعمل له حاجه اسمها ايلاندنج ديتكشن. ايه بقى فكره الايلاندنج ديتكشن؟ وبيسموها في بعض الاحيان انتي ايلاندنج ديتكشن، بيسموها تاني ايلاندنج بروتكشن او انتي ايلاندنج بروتكشن، حمايه. ده حمايه للدي جي. كلمه ايلاندنج يعني بيشتغل في جزر، يعني يشتغل لوحده. انت عايز تفهمه، عايز تقول له خلي بالك انت اشتغلت لوحدك دلوقتي، اتحول من باور كنترول الى فولتج فريكوانسي كنترول. بس هو مش شاعر. ليه؟ الحمل ما اشتكاش، الحمل بيوصله الباور، بس لازم يعرف. فلازم يعرف باستخدام مين؟ ايلاندنج بروتكشن او انت ايلاندنج. طب ده بيعمل ايه السيستم ده او الكنترولر ده؟ وظيفته ايه او البروتكشن ده بيعمل ايه؟ المفروض انه يسنس حاله الشبكه، هل هي موجوده ولا مش موجوده؟ وليها طرق كتير جدا جدا. طبعا بقى عندنا افلام كتير، سواء اذا كان باسف كنترول او اكتف كنترول، وحاجات كتير قوي بيبدا يضخ بعض الحاجات كده في الشبكه، يعمل حقن لتيارات معينه وهارمونكس معينه، وبيختبرها هي موجوده ولا مش موجوده وفي ازمه كده يعني. في النهايه هو لازم بيسنس، لان هو لو ما حسش مشكله. هو كان شغال باور كنترول، دلوقتي المفروض يشتغل ايه؟ فولتج وفريكوانسي كنترول. لازم يعمل النقله دي، فلازم يحس بيها. خلاص؟ فدي لازم تبقى موجوده مع الكنترولر اللي موجود. الميزه بقى ان طبعا الرننج كوست قليله، مفيش تلوث، الكهرباء ممكن تبقى تنتج الطاقه الكهربائيه للناس اللي حواليك، مش محتاج ان انت تنقل مسافات كبيره. بالاضافه طبعا عندك بقى باقي المميزات بتاعه الرينيوبل العاديه اصلا. العيوب: تكلفه الانشاء عاليه، انت محتاج كتير من البي في عشان تنتج باور قليله، محتاج معاها بطاريات، ده فلوس كتير. طبعا بتعتمد على العوامل الجويه وفكره وجود الشمس من عدم. حد عنده سؤال في حاجه؟ اتفضل. لا بص، بصوا كده يا شباب ركزوا معايا. لو انا كان عندي قيمه لود حمل، شباب ركزوا معايا ثانيه واحده، لو كان عندي حمل، الحمل ده كان متصل بدي جي، هل الحمل قيمته ثابته ولا متغيره؟ متغير. لو افترضت ان هو شغال ستاند الون لوحده مع الحمل، والحمل قيمته متغيره، طول ما قيمه الحمل اقل من قيمه الباور اللي بينتجها الدي جي مفيش مشكله، صح؟ امتى يحصل المشكله؟ لو فجاه الحمل قيمته زاد، حضرتك شغلت بعض التكييفات، حضرتك عملت حاجه هو مش عارفها،
فالحمل زاد عن قدرة الدي جي اللي موجود. ايه اللي يحصل؟ لا حل سوى حل بيسموه اللود شيدنج. اللود شيدنج انك تفصل على الحمل. بس في حل تاني؟ ما نعرفش حل تاني. لازم تفصل على الحمل. بس لما بيجي يعمل عملية الفصل بيعمل الفصل ده عن طريق حاجة بيسموها بريوريتي، أولوية. الأولوية في الفصل للأحمال الغير مهمة، أحمال المنازل وغيره. بعد كده بيجي في النهاية طبعا ما ينفعش تفصل على مستشفيات على حاجات معينة، فبيعملوها بريوريتي. ولكن مفيش حل لو كنت تجي متصل مع حمل وانت لا تكفي للحمل وما انتش متصل مع الشبكة، ما ينفعش، لازم تعمل لود شيدنج. لكن لو متصل مع الشبكة محلولة هتاخد من الشبكة الباور وتطلع في الاخر يعمل الحساب ده بالسمارت ميتر. وده على فكرة الموجود حاليا، ابتدوا ينزلوا السمارت ميتر ده في مصر اللي هو بيقارن اللي موجود اللي انت انتجته ايه من البيفيهات والويند واللي انت جبته من الشبكة قد ايه، وفي الاخر يطلع الحساب بكام في نهاية الشهر. خلاص، حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ توفيق ان شاء الله. شكرا.